الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيد السادات وصاحب المعجزات سيدنا محمد ذي المجد والبركات ما دام فضل الله على البريات وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة هي برامج كأن الدين هي أو كصاب صناي أحكام تصونك أن أقو مقعدرني الريان للصائمين، أما الصوم سبب يوصل إلى طريق باب الجنة. وبرامج كي مسلسل كاها أو أن أقو هدليني أرنتا أيضا هدى أن شاغني، وأنا درسي كيني سديدات وجدد أن كلانا وحاويان حصوصين لحصوصين أيضاتك وتذكرة وعدي منا وأنا ما تشينو إلهي سبحانه وتعالى وعن كبري يا أن كبري إنا إنه نقدرقو ذاتك وحي الشيغيان أيه وكو عمل فلاح كبعدين ذاتك أقود بنيان إلهي أيه أنا عمل فلكاس أو وافتشيوه سبحانه وتعالى ذات وحي الشيغيان وحان خسارة هنا كينين بدنا تاس إلهي نقامده سبحانه وتعالى مركو حان أولا جينا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وعن كل حجرني آذابتا أو صونك أوليهي أو عن أولا جهن سنوينك وعن كميدا أيانيري قراءة القرآن أيا كميدا أيانيري إيا فضيلة القرآن كسوغا ما دام بشانو أيتها بشي قرآن كالسودجي أيتها احتفالهان إيا الدبالدق لو الدبالدق إيا قرآن كإن لأخريو تاس أيا أولا جهن حصوصن تيسي لو برارقو. نبي وحول صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي مرنا كأوكال لي سورة البقرة فضلق أيلاه ذهي إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان مسلم أيها صاري قرق اللغو أخريه قده سورة البقرة اللغو أخريه شيطان ما أوقله صوم أقله سادرته دوحاني روحا صناء اللوبة هاي هاي قرق إن مروى البلغو أخريه سيما مركي أو يهي أروس آت أو يغفك يوكلاته إنه قرية كو أخرسته إلى ما ضله كو أخريه إن سورة البقرة كو أخريه مر بعد النبي قولي اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة أو إلى هذا أن صامرني إن لو أخريه شيء لو به يوم مهم وينسى إلى شيطان كأو دفاعه مر هدي وقولي لو أخريه شيطان هدوسن سو قلينين أو قرية ما قديه الشيطان أو سيماك كارينين أو أي أطاي حرس حر أي بغارة أطاي ده إن لأخرياه ووحوين أي اللقهلية أقرس كذنه ويري هاي وح اللقهلانا ووحوين شيطان كي لبك بضنا إليك الحجابة سبحانه وتعالى. وعاكم إذا فضيلة القرآن كا آية داس آية كرسي ليرة أو نبي أولي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان شيطان حتى يصبح. وعوليه أن من قرأها قفك أقرية آية الكرسي في ليلة هبين أقرية لم يزل عليه كالزول أمها يوم من الله حافظ أحد دفاعية دفاعية ترى وردي ملائكه لو سمين يا اكو وردينيسا ولا يغربه شيطان شيطان اسو دوا ما احد كاسغا من كاس ما اسو دوانا شيطان اسو دوا ما يو حتى يصبح انتو كو ابريستو دي سدا هدي لو يري واو مركو برينا اخر ايات كرس اخري حتى صبحي اخريدو او هبنكي اخريدو او صبحي اخريدو او اد كو عليسو دي وليغا شيطان ما كو سو دوا هي اوغو wax shaydaan la yiraahdo ku iimaanayaan sida darteed marka in la akhriyo ayaa fadli weyn ka adkeelaysa sida darteed marka quraanka xadiidkii nisaayo walaay maxuu ahaay nabi wuxuu wari quraanka qofka bil aadanka ah inuu ilaahu ila allah 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 oo yiraahdo waxa ka fadli badan in ilaahay
أو قفكاس كم مشقوله كلامك إلهي سبحانه وتعالى تاسع كفضل بضن قفكاس كم مشقوله كلامك إلهي أو بريه أو مشقوله وحال الصين يا وحال الصينين أحد كإلهي بريه يا حبيبي وحال الصينين أي قفك قارئ على الصين يا مركا وحال يا مارمان إن كنت دلنا في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيما في هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة بشأن لغجره ما دام أنا روا بشي رمضان أو قرآن كالسود جيي إن قرآن كالأخرية أو وحوال بالغا مشغوله أو أساق اللغو مشغوله وشي سنة اللو باهي أجر وين لغه ليو معايا لي هذا أكتهين جبريل سيدنا جبريل النبي عليه الصلاة والسلام يعارض النبي القرآن في رمضان كل سنة فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا سنة والبوء ما جري مركي النبي وقت السؤال وهذا سنة كالأمر وإيماني رمضان قويس أو ما جري النبي صلى الله عليه وسلم بالرمضان نبي وهذا جوجر وما جري تاوحي قلتنا يا سامركا ما دام القرآن كأو سود دقة بشر رمضان إن لو بهاي إن لو دبال دقو دبال دقنو أو يهاي قرآن كأو آخر الصه ومعنى وحال لو جيدا يوم حدا رمضان غير كيس أظن رمضان جوغن جوس دا آخر جرتي حدا الله كدك لبا آخر جرتي أفر كدك أفر آخر جرتي سديت كدك وهكذا تلالة آخر جرتي لبا كدك لبا تلالة آخر جرتي أفر قارسي سدح جوز آخر جرتي لح كدك تومن جزء ما عنده راتب كوه هاد، سو معناه ما هذا، لبعتن يوم كي آخري، قرآن كبر نبى، لا مال مال كوه كدتشي، سايا لو آفي عن لو طلع جري، ما دام قرآن كي بشر ما الله أشوكتون، سلف صالح وحي هايان بلي غيب كم يدهو، يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها، قرآن كآخر انتهيسة أي بديجرين، رمضان هي غير كي انتبه، ما يا رمضان جوديسة، أما صلاة جودي ها أتو أنا بنان كده هاتو. سلف ما هايين بشر رمضان جذه هذا أي قرآن كأخرين تيسة بدي جرين. أخرين تيسة أي بدي جرين. في الصلاة كبدين هايين سعد جذه هذا أو غيرها. ما كي بنان كده شو كان. زهر وحواها بالير هذا. إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعامه الله. فتكلم هلا نقول يا. إنما هو قراءة القرآن وبشي قرآن كآخر انتيسه قرآن كالآخر جري وإطعام وطعام بس بس محاله وتلقلي إن قرآن كان لبحيه ديغدان لبحيه قرآن كإن لأخريه ديغدان لبحيه قرآن كإن محيه لي يطلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعاني سمعنا مهن يرجون تجارة لن تبورا ليوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور أصاب نقص غاضنا بالله وحري مركة إطعام وضعام صادرت مركة معال ربا قرآن كمركة الأخرى صح وأخرنا يسوع وحب حنا وحريبنن ما إيش أتكف فكر يسوع بشر رمضان محل عنا يسوع أو المهم يقف فكر يسوع محاد بحساك وفكر بدل كده بشر رمضان محل عنا يسوع بدل كده بشر رمضان محل لب حلاه بحساه كاسك فكر تاس أيه صح نقيسه بشهر رمضان محال لبح ذا معنا محام بحية تاسك الفكر بشهر مكة محيتاي وشهر قراءة القرآن هي شهر إطعام معنا طعام وشهر المساواة ومعنا دخل الحريرية أو وحل الصيوية أو قف الله قف كيب بحنا أكتاي أو واحد أنا وحك الصيدو معي وعن صامر نفضل أي وحب عنتو إلى هذا هاي نبي إنه صلى الله عليه وسلم قف كي قف صامر أفرية أجر كأولي يوك العيال الصينية أيضاً كيه روح بلغ نسخانيني أيها كان أنت أنت يوك الصينية إلهي قعنزة وإنت سبحانه وتعالى أولا ديه ما قف كي صومناي الأفوري قيبها اللغة سوغا معاما الله أرنيه قف الباكيسي ومبارك أيوليه أو فإنه ليه ما أرؤتها الله سادرتي المركة مركة قف حسيني سو وحاد جعيسا بحي لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون اي من بعض ما تحبون وحاج عشاي ان لغو سيو اما اين انت عاج عشاي دادك سي وحونا وقصد افرنا كوالا حلابو تبيران بحين ايا ايضو لبكي لماشا كوتا الله وحا صح ماهن اقو الا كين اضيو هذا افرت اجرك وعليه هذا اجرك يا الليه
مركز سلفك معي هاي بانيري كوي بدي بشر رمضان قران أغرنتيسة في الصلاة وغيرها يقبل جرين ويان زوري محوها محوري يعني محوها بش مكي لاغتو وحو أورانجري وابشي قرآنك إيه وحب حنته وابشي قرآن أغرنتا إيه وحب حنته إمام مالك أصلا محوها إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف إذا دخل رمضان حدي بشه رمضان أو صوغره تراك وحوك تجد قراءة الحديث مادام فقيه محدث أو هاي مدينة أو صوها صو ملحكاها حق أخرجت مك فقيه أو صو هاي وحو فقي أخرجري إيه وحو حديث أخرجري كل جود وفراوك قاضي وأقبل وحوك قابلي على قراءة القرآن من المصحف ولو دوسك كأخر مين كتابك وكأخر مين معايا هذا قرآنك حتى صفع أتقانه أو حافظك تهاي إن القرآن كدوسك كأخر دو إن كتاب كأخر دو كتاب كفضلي بلنبا معايا إلي إشي نوي راحي ستي أجل الوغرية أخر انتينا والأخر ستي مركا ماشي هذا دوسك كأخر دو محا ماشي كمغان إشي أرقات كفيرنيسي أيا ماشي كمغان أو واحد غير رأي فيرنيسي سأدرت المركا ترك وحوك التقيي قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف ساس إمام مالك هاي قدات أسوم حوا هاي يختم القرآن في كل سبع ليال دائما وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخر منهم من في كل ليلة وهو هذا ليلة هذا تضمن مع الموت كست قرآنك ودتشيني تضمن مع الموت قرآنك ودتشيني يوم كي جلد أخر شري ومركي أوسن رمضان أوسن شوقنين مركي رمضان لقارنا سدح مع الموت قرآنك ودمييني طبعاً كذا مركي اللي جارنا حبين والباء قرآنك قدام ميني جي ده هلا يابن قرآنك هلا يابن هسنيه المركي هذه قرآنك قبل ما يكره ده قرآن قف إليه أفوضة يو هذا هلا فدأ فريستو شن ساعة كو آخر كره تضرب ساعة إسكاب نافتاس تضرب ساعة قف كدو جلاد كي هل ساعة كوبتو هل ساعة دو جلاد آخر كره تضرب ساعة ويا وو هذا إسكاب فاكيس أو ترتيب صدو يا تضرب ساعة قرآنك قدام يكره marka hadda 7 saac hal qad ma akhriso 7 kan hal qad ma akhriso 42 saac laba jeer ku dhameey karta hadda doonayso marka in aad maalin habeen maalin aadan hurdinin oo quraanka akhriso doonaysana waa tan barashada finto uno saddex mar ay quraan koow iyo labaad saac ku noqaysa saddex marka aad jido saa darteed marka in aad quraanka akhrinta aad badiso oo inta aad akhri jirta si laba laabto bisha ramadaan gudaheeda tobanka dhaxana aad sii badiso tobanka u dambaysana aad sii badiso saas ayaa sunnah maxay la qadada maxuu haa baniri yaqtimu alqur'ana fi kulli sab'i layalin daiman wa raatib u yahay jalaad ka raatib u yahay jalaad ma taqaanin jumco sabti ahad ithnayn thulatha arbaa khamis weeyaan toddoba subax qur'aanka toddoba mujallad ayuu noqonayaa marka saas raatib u yahay wa fi ramadana fi kulli thalathin سدح مع الموضوع كده تجري أو يومكم هوا آخرنا يا تومن جزء أي آخرنا يا معنا والله بالله عمل لا بالله كي أي كي واحد كيرتا ها ثلثان ما هو آخرنا يا أيو ثلث كسي هذه معنون عسويان وهي وفي العشر أو آخر أخير منه من رمضان في كل يوم في كل ليلة أيو دجيني مركا مروا البقاء في رسوم محال إلى الله سوقاتها ما أنت كريم ما الشيخو da habeen ka qoraa akhri soo fiican wax ku mashquulaya male wax ku dhagay ku mashquulnaya male wax ku dhibaya male shimbir dhawaaqi maayaan baabuur dhawaaqi oo maayo dadku dhawaaqi maayo mashquul oo ku shaqliyo shaqadam il saari maysid halka kaliga aad qalbiga ku haadir ku yahay taas ayaa fiican wa shay min adulta taas oo ma laga wada weeyaan asa ibraahim naqay muxuu haasaguna yaqtimu alqur'ana fi ramadana fi kulli thalath layalin وفيريا في كل ثلاث ليال ابراهيم النقعي اصوحو هاي قران كو دمه جيري سد حبانو كو دمهينيه وفي العشر الاواخر ففي كل ليلتين ماك 10 كدمه غارسو ماهان لبا معنى 10 كدمه او بشه رمضان قران كان شن مرو دجينيه ويان شن مرو دجينيه هي 10 كي هوره سد مرو دمهيه سد مر ايو كبدو دمهيها سمعناها ما
طبعاً كيسي دو كالاتو أدو حان لغي يابا إن أساقو طبعاً إيا دور خدمة أخرية طبعاً إيا سدح خدمة أخرية مالا بأخرية إن بشو دماغ طيال لغي يابا فالليغا وإيا كسوغا ساحة إيا لغاد دوني إياه وكان الأسود رحمه الله تعالى يقرأ القرآن كله قرآن كله وحو أخرني في ليلتين في جميع الشهر بيش دم مانتيت الله أمين كدو جيني معنا شن إيا طبعاً خدمة أيو كتغلو سيويان بيش رمضان قده هيدا شن إيه طمان تامع أما خدمو أصو قرآن كأغريي يا من بغرة إلى برهبنات لا قال أغريي أيها بيش أكود أماني سي واكو سيدا درت هيد مركا وحال لغا مارمان إن أن قد ديانو رقا أخيارتا أو وددو ذا آن راعنو أو آن برك آن ربي غالي آن قادنو أو هدنا كفا إيدي سنو ساعات الليل والنهار كفا إيدي سنو وغنفى إذا سنة بما يقربنا إلى العزيز الغفار معايا إلي عمرك أصغؤه وفهم كرتاه وكو سيادة يا غراق انت فراها بضان له إيه وحب انت فراها بضان له أيو آدو سيادة يا سادرت إذا مركة معاك ميدة مركة آدابتي مركة ما داما سنوينك أنكو جرن معاك ميدة وعاك ميدة صحورة للصحورة أياك ميدة الصحور أياك ميدة ونبي حضور صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه دي سحورتا سحورتا وحا كجر بركة أيها كجرتا سحورتا قوية بركة أيها نحتها الله إيه سحورتا مدك النبي حضور صلى الله عليه وسلم أفضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وحا أرنحي أيها وكالسار أيها أنك صون كينا إي أهل الكتاب صون كده عويان صحورت الله ونوي الله بركاته محايا لا أيقو معنا مرة دي سيحناك بعنطة وبنان صب أنا ما أنا ولا صحورة كرنا وقراء علينا سي صحورتا سؤلنا قطة قراء أو غفك أساقو أو إلى ما ضلئين أو أو عماء معنا أو أدكاسته صون كمان أنت لفتك أو سوميو تاس أيها صحن غنيسا وإيهاي سيدا أدرتي المركة إلا صحورتا واصنو وعنها دانا صنعة صون كالفتك إيسا إن سحورته لفتجيدة إن لدبدق أيها صناعة تلفتج صناعة ويا إن سحورته لفتج لدبدق أنا وعشان صناعة أو نبأك صناعة عليه سلامة وسلام أيها والله غمارمان إن الدب أدرك أيضا أروح صناعة اللوبة هي هاي أو نبأ حضور صلى الله عليه وسلم سحورته الدب الله دجا محيفة إذا نسمك وياه والصناعة تأخير السحور ما يخشى طلوع الفجر وها صناعة أو أدابتك كمدة إن سحورته دب الله دجا أنت وسأحد كاسو كبقينين إن أي واو كبريو هذا واو كبريو ده صان كاسو لما تقو لما تقو أصلا أنت معنا عن ميسدوية ما عن يساس اللي هو شيء دوال مركب وحاء أول أكتين نبيك إلهي سبحانه وتعالى إيه ملائكة يسوع وحيد عينيان على المتصحرين أحمد أيها صاري السنة كيسون قوة يولي هاي سأدرت المركب وحاء أوله قف كاس او سحورنا اي ينوي انو نيستو بسحوره امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة صوى هذا واي ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به اجر سامر هدا فهم ذلك بعدي قف كاس سحورنا وحا اهبون او ضوء وحا ضوء اهبون او لا سنة اي إنو نيستو صحورتا أو نيستو أمر كالنبيغا أو يريس تصحرو فإن في الصحور بركة أو يري أمر كاساقا إنو فرطومو إيوال اقتداء بفعله نبيغا فالكي أو سمي يلغو ضيدا أو كضيانو عليه الصلاة والسلام مركاس ليكون صحورو سوى هذا العبادة النغنيه وإنت هدي لباشر دي مركيا لغاهلو صحورتا العبادة أي النغنيسا لباشر دي هدي لغاهلو سحورتا عبادة أي نغنيسا أما هدين لبدا شرد اللقاء وايو سحورتا ويسكع هذه عبادة ما إيسا نغنو عقو هدنا وأي نوية به التقوي وإن وقفكاس أنيستو حوغيس وكحوغيسان أيو على الصيام ليكون له به أجر سوى سنة أجر أغسونا ذكر وي أجر أغسونا وذكتهين نكالي راهو نبي غينا عليه سلاته وسأنس بن مالك إيا زيد بن ثابت تصحرا معنا وي سحورتين نبيغا اي لا سحورتين فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي فصلى صومهن فقلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه انا صو ما ادخيه
وقتك النبي عن صحورني أن دمايني صحورته هي وقتك سلاد الله جلي ما حقول حيي تاس أي أنس بن الويدي مركز وحولي قدر ما يقرأ الرجل 50 آية بخاري هوصارية وحقول حيي أنت اللي جا أخريه كنت أيضات طيب وحيك تصني سا أصحاب رسول الله إن القرآن كأفك قايترين إنسان القرآن كأفك قايترين إلا مركي جناب قبان أم مصول كجرا مويان أفك معنك ما قايترين كنتن آيات أنت اللي أخريو أو ترتيب لو أخرنا أو آيات دير دير نعان هين كوا قابان نعان هين أنت اللي أخريو كلاتو أي أود حيسي صلاة دا أغن كيدا كي إيو أنت سعوت اللي فاروكي ساس أيانا صحة دي بدو قاس أيو كينا يا معنى هذا مركي الولاية وحاس صناعة إن سعورته دبل رجوا هلا قراءة معنى هذا ماهن معناها لو لتشي إذا ما هلا قراءة معناها ماهن لو لم تشي ذو قراءة ذي الصوب بحذي واجي يوب ما له حد هذا ما يسوي ذي وعوري أنا واسع سعور تور مركي أفك سارة اللي هو قدمي شغله هو يسكو الطيور شي خبر أنا إيش يا جاي والله يوحى صح ماهن قطرنا قطر ويان أنا كم قطر معناها ماهن أذان كهرة واحد لو تشي ذي محوية وأنا أقول إن تكوك عام واحد يارسان صحورتان ويان صلوات الله جلالي معايا لي نبي وحوه صلى الله عليه وسلم وحوه معنا وحاد أن بلالا كان يؤذن بالليل في الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وحوه بلال أصوي وحوه أقدم إياه وقتها بين أقدم إياه مركب بلال أو أقدمه عنا وعبا انت وكأدمو ابن ام المكتوم ان دول ايو وهاي اسونا ما قدمي جيري انت اللي غيري هذا اصبحت 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 انت اللي غيري واقي واكو بريو انت اللي غيري هذا اسو معناها ما قدمي جيرينين مركي الله شيء كبع ما قدم حب اجيدينين ايو قدمي جي سيدا درتين مركا سحور تاس ايضا وقت جيدو ان اي سلاس صبح اي سنالانين فجر كصادقه مركو دشو وخي كهر ان سدنا كهر ايي كو بنانتahay او la sunnaaya in dib dhigo ee macnuhu waa quraacanaya macnaha ma loola jeedo qofka asaga suxuurta dib dhiga arfaqo bisiyam wa aslama min an-nawm ka saason kana ugu dhimrin badan ugu kaalmeyn badan soo macnaha ma ahan kaan nabad gal ee min an-nawm an salaati fajr ma haya qofka hadu 8 saac oo suxuurto saad ayuu ku hurdaya saad ayuu ku hurdaya هذا وصاد يكور دنا ماشى فائدة مثلا أقو ها هذا وحص النها دب نقول ويجري يا أنتوا هرم حلو ترى قلي قف كانوا هذا وصعود دب نقول أو ثمان ساعة بر وقت جامان أنت اللي تجو هل كان تجو أو صعورته صاد يكور دي مايو أنتوا وساق هذا بس صاد الوقت دي مياه تاسع أوجه تويان قف كنا واقرا عليه هذا وقت كيسنا يا معرن قاس وقت كيسنا يا مركا لسائر مركا محولية أيام كل وينشربه ولو بعد صعور إلا كم عاد في رسالة قفك هادو سغال ساعه سحورته معنيهدو ما اهن مر هادو سحورتي بنيه سحور او سحورته وخي كدنبايا عنتك معنى كان معناها ما اهن كبعد ويسك عبي كرا شاه عبي كرا بيو عبي كرا ووذا كرا انت ساسو وخا لاق اديميو شقاي سو سي ودا كرا اولا بس سحورته ارين غران ان دبا غويا معناه ما اهن تا ما لوو تلغلينين سا درتي المركه أفق أهون محوه مانا يا قفكو إنو أركي أو اللي يراهدو أفو أغوى بريو أغوى لو يراهدو أما قف لو كرسون إلا أوصارو بآذان قف لو كرسون يهي آذان كيسا عياق نعي ها سادرت المركة فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلب سمعناها ماهن سمعناها ماهن حدي واغو أو كبريو أو فجر أو رسانة بس عنتظم طابع أو مايو وحي أفكو كترنا وآسك طفا يا ويان وحكرنا مسوق هذا نيوم حديه المركة انتظر الإيد يا شو إجبار يا سمعناها كأعلى ما يوضنا إياه يا أصلا الباب كحيرنا إياه سان أوجد إله ما ضل أن واجبري أوجد أما أذان كسر إجترى ده ترى هذا تاسو معناها صح نغم ما يسوق وحكم إذا أذابته يسون أما سنو يقرر رمضان قول إياه وحكم إذا تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ويان بمشاهدتها أو غلب على ذنه الغروب بغير بخبر موثوق به بأذان أو غيره وحاكم إذا وحياه صنع محاكم إذا ما كواهي وحاكم إذا إن قف كاسقه أو أفرك اللبوبسيو لددتي أيها كم إذا أفرك اللبوبسيو أيها كم إذا وقارم لكن هذي حقيقة نقطة إن قرحت العضي ونبي حديث سهل بن سعد حواهي
لا يعوري لا يزال الناس بخير ما عجل الفطراء. متفق عليه معنى هويان لا يزال الناس لا تكسل ما يان كعما يان بخير اي غير كسغيهن ما مدو عجلوا اي ددتين يان بوبسين يان هرتبيين يان الفطر افركا لكن معناها لو لم تشيدو غرغاس اسغا سرتا ومرك قرصونتو ايان افرا معناه ما اهان معنى هوايه ومرك حقيقه نقطه قرحدي اني دعدي اما على اجيدي اما قف لو كرسون انت دبا قرف ولا قرا واد على يري اما قف اذان مقشاي او قف كادين انا او ياهي قف معنى لو كرسون لفتيسو هادو يا قف غورو درو ما هاد اوغاتا مركا ما هاد اوغاتا رنغا سغا مركا لو غلي ياهي سحورتا ديبو دي اما افرك بوبسي لو غلي ياهي وا اني وها سو كا اهادان سنن النبي فلنت عليه الصلاه والسلام ايسن كا اهانن هنغورو جعيل سيسن اجر كاس اسغا اوسن كغه بربورينن sida darteed sayidina Uthman ay waxay ahaayeen ma afur jireen ayagoo ka baqay qoraxda ay sa dhicinin markay dukadaan ka bacay afur jireen taas ayaan markaa waa la is ilaaliya wali ba hadda kuwan adimayo kaleeto ayagoon adimin wax suuqna soo macna maahan wax kale hadaad weeydo intay aadaan ka dhameeyaan cuntaa taabanin markay aadaan ka dhameeyaan ka bacdi taas ku afur taas ila fiican hadii la sameeyo inkasta ba haato sunnooyinka markaa maxaa kamida markaa waxaad ogaataa markaa qofkaas markuu afuray waxa kamida si nabiga ka sunaatay sallallahu alayhi wa sallam ahad inuu ku afuro aarud ma ku afuro fa idaa udima fatamrin hadin la waayay timir yar u afuraya fa idaa udima fama wa qawl nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ahaay yufdiru ku afuraya wahaay macna qabla ayu salliya inta una dukan ka una afuro jiray aarudabatin fa ilam takun rudabat fatamaratin fa ilam takun thamarat hassa hasawatin min ma أحمد أبو داود ترميده هو صارين. سيدا درتي مركا معيته. هدي قفك سؤوا يرد بك بلع أوى بلع أوى يو. أما تمرتي أوى يو بين أوى يو. أفضل وهو كأفر يا على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. هدو مركا قفك سؤوا يو فإن لم يجد شيئا نوى الإفضار بقلبي وكني سنية. صار يافيا عن. معناه لو لم تشهدوا معناه فرت عن روق أيو. asan qoyan ka cuna iyo adayaan ku cadaynaya iyo macna arinka asaga taas wax asha macnaha ma taa wax asha macnaha booyan waxa sunnooyin kamida qofkaas uu ilaahay bariyo subhana wa taala inda fidrihi weeyaan bima ahabba wixii uu jecel yahay oo ilaahay macna ku ka bariyo subhana wa taala maxay nabi wuxuu wiri sallallahu alayhi wa sallama inna lisaimi inda fidrihi da'wa ma turaddu qofka sooman wuxuu iska leeyahay duca iyo uu leeyahay tuugma ayo leeyahay bariya ayo leeyahay aan la soo ridinaynin ee macna aan dacwo ay la soo ridayn taa ayo leeyahay weeyaan maxay ducooyin waxa kamida qofku markuu afurayo sidii nabiga inuu yiri sallallahu alayhi wa sallama dhahaba dhama'u wabtallat al'uruqu wa thabata al'ajru insha allah wa macnuhu maxa weeyaan waxaa tagay arinka isam oonkii waa tagay een xididadiina way qoyeen أجرنا واسقنا ذي هدي إلهي دونه سبحانه وتعالى اللهم لك أسلمت وبك آمنت ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الأجر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفضرت هذا أكتهين نبي وعوه صلى الله عليه وسلم أذابتك من دسان شيخنا قرآن قرآن أخرين تيسا إيا ذكرك إيا تقمضة إيا صلاة إيا صدقة ونبي وعوه ذاكر الله في رمضان مغفور له ذاكر الله في رمضان مغفور له مركا ذاكر الله في رمضان كو إلهي رمضان معنى إلهي حصة يا بشر رمضان قد هذا مغفور له كو ذنب قد والله أفاي أما ذنب قد سواله أفاي مغفور له ذنب قد سواله دحر بقى هذا ذاكر الله في رمضان مغفور له سأدرت المركة ذكري معكويمت قراءة القرآن معكويمت ذكري معنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله معكويمت بريه إلهي معكويمت صدق الله الله بحيه معكويمت سلام الله كويمت وهكذا سأدرت حديثك ابن خزيمة وصحيح استكورنا يي نو معور صلى الله عليه وسلم ثلاثة أما ثلاثة لا ترد دعوتهم سدح دعوة التوم دعوة أما حبارك ولا مسجد عريو الصائم حتى يفطر قفك الصومن انتو كافرهايو والامام العادل انت كافريسو دعاءه مقبوله واي والامام العادل
إمامك عادل كدعاء صنع مقبولة ويان ودعوة المظلوم قفك لظلمي حبار كيسنا أستغن وحويا مقبولة ويان يرفعه الله فوق الغمام ما صار الله كريم صحابك ضرورة كركيدة أياك إلى كروغا سبحانه وتعالى وتفتح لها أبواب السماء أي الله فريا ويقول رب ربي مركب حوليه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وعزتي وجلال ترمي خسارية وعزتي وجلالي وحان كود عرطي عزي شرف كيغا إيا وين كيغان كود عرطي لأنصرنك قفك لظلميو وان كوهي لنا يا كوغرقاري يا كوغرقاري يا كوغرقاري ولو بعد حين سيمين دم بابا الله كدقى يعني مركا إلهي أبريسو شدا ورات أمين غنيسا وحال إلهي كبريسا إنا تكاشو إيا إن ديبك وين لقا قد دفاعه إيا إن ديب إن لقوسه بس إذا ما كان لقوسيه إيا إن ديب لقا قد دفاعه إيا إن ديب لقوده قال لقاسيه سأدرت الموضوع أسوقه أسوقه سيس عضونا هل كان يهون قبقبيهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.